فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. من أهداف الحج نسف البقايا الجاهلية من قلوب الجاهليين، فإن مما ذكرته الكتب في الحديث عن الناس في الجاهلية أن الحج كان ميدانا للرفعة والعلو والتباهي والتعداد بالنفس وبالقبيلة، فطمس الإسلام ذلك كله، فاجعل ذكرك لله عز وجل. وإنك لتأخذ من هذا مقصدا عظيما، وهو أن الحج يصلح الأمة في جميع أحوالها، في جميع شهورها، في جميع عامها.